هنتكلم النهارده بقى عن الاوب امب. ايه هو الاوب امب؟ هو اختصار اوبريشنال امبليفاير، يعني مكبر العمليات. اسم ممكن يبقى غريب شويه ويخض، ولكن هو في الاخر فكرته بسيطه جدا. الاوب امب ببساطه خالص هو عباره عن الرمز بتاعه ليه اتنين انبوت، الطرف المكتوب عليه النيجاتيف ده اسمه ايه؟ انفرتنج. ليه انفرتنج؟ عشان نيجاتيف يعني. والطرف اللي مكتوب عليه بوزيتيف ده اسمه ايه؟ طبعا نون انفرتنج، تمام. وليه سبلاي، السبلاي دوت يا اما بيبقى في اغلب يعني اوب امبس 12 فولت ونيجاتيف 12، يا اما يبقى 12 فولت وزيرو، تمام. يعني ممكن يبقى 12 ونيجاتيف 12 او 12 وزيرو، تمام. فممكن نعمل هنا اور، وطبعا هنا ايه؟ طرف الاوت. طيب الاوب امب ببساطه خالص كل العمليات اللي بتتم بيه مبنيه على فكره اساسيه بسيطه خالص، وهي ايه؟ ان انا لو حطيت هنا فولت مثلا سميته في 1، وهنا فولت سميته في 2، تمام. في 1 ده داخل على النيجاتيف اللي هو الانفرتنج، في 2 داخل على البوزيتيف اللي هو نون انفرتنج. فببساطه خالص لو في 1 اكبر من في 2 الاوتبوت هيساوي لوجيك 0. يعني ايه لوجيك 0؟ يعني لو كان سبلاي 1 نيجاتيف 12 فالاوتبوت هيساوي نيجاتيف 12، ولو كان السبلاي واخد 12 و0 بدل 12 ونيجاتيف 12 فالاوتبوت هيساوي 0، تمام. يبقى لوجيك 0 دي حاجه من حاجتين حسب السبلاي، يا اما نيجاتيف 12 يا اما 0، يعني حسب النيجاتيف سبلاي، تمام. طيب والعكس صحيح، لو في 2 اكبر من في 1 فان الاوتبوت هيساوي ايه؟ لوجيك 1. طبعا لوجيك 1 هي ملهاش غير ايه؟ ان الاوتبوت هيساوي ايه؟ 12 فولت، تمام. دي هي الفكره الاساسيه اللي مبني عليها الاوب امب. والابلكيشن ده بالتحديد اسمه كومباراتور. ان انا كده بشغل الاوب امب، لو انا عملت التشغيل بتاعي هو ده بس، فالحاله دي من حالات الاوب امب اسمها ايه؟ كومباراتور، تمام. طيب تعالوا نجرب الموضوع دوت على اي سي هنشتغل بيه. احنا الاي سي اللي هنجرب عليه التجارب بتاعتنا كلها اسمه ال ام 324، تمام. ال ام 324 ده هتلاقوا الداتا شيت بتاعته على جوجل. عباره عن ايه؟ 4 اوب امب في اي سي واحد، اي سي واحد جواه 4 اوب امب. هنا النيجاتيف، هنا البوزيتيف، وده الاوت واحد، نيجاتيف بوزيتيف، ده اوت 2، والعكس بقى، اسف، نيجاتيف بوزيتيف، وهنا الاوت، نيجاتيف بوزيتيف، وهنا الاوت الرابع. وهنا طرف ال VCC اللي هو السبلاي، بص في سبلاي، وهنا النيجاتيف بي سي سي او جراوند، تمام. طيب البي سي والنيجاتيف بي سي سي دول بيغذوا الاربع اوب امب. يعني لو انا حطيت من هنا 12 وناقص 12 فال 12 ناقص 12 دي داخله على الاربع اوب امب مره واحده، تمام. طيب تعالوا ببساطه كده نبص هنا على الداتا شيت بتاعته. طيب ادي هنا ده الاي سي او 324. لو عايز اعرف رجل واحد فين، في رجل واحد عند النوتش. يعني احنا لو بصينا الاي سي من فوق كده هنلاقي ان في نص دايرة كده، النص دايرة دي شمالها هي دي النقطة رقم واحد، تمام. فاحنا كده عرفنا ايه النقطة رقم واحد فين. وادي هنا البوزيتيف والنيجاتيف اهو، انا موصلهم بالباور سبلاي بتاعي. طيب تعالوا نشوف الدايرة هنا، المفروض البوزيتيف هيخش على 4 والنيجاتيف او الجراوند هيخش على 11. خلاص هجيب ده البوزيتيف اهو، شغل على 4، 1 2 3 4، والنيجاتيف على 11. طيب فاللي يصير اخره هنا 8، في الناحيه الثانيه دي يبقى 9 10 11. لا اسف، هو اخره هنا 7، فدي 8 9 10 11. هم حتى الاثنين في وش بعض المفروض، تمام. طيب كده احنا وصلنا بوزيتيف ونيجاتيف. هجيب المقاومه المتغيره ديت اهي الاولانيه، واجيب المقاومة المتغيرة التانية.
هوصل للطرفين بتوعها 12 فولت والجراوند زي ما احنا عاملين هنا، هنا 12 فولت والجراوند، هنا 12 فولت والجراوند، فاهو كده 12 فولت. طبعا عيب بقى الحاجات دي ان بعد شوية بتلاقي الدايرة بقت صعبة، بقت شكلها يعني مش سهل كده. طيب طبعا في نقطة مهمة، المقاومة المتغيرة دي بتلات أطراف، الطرف المتغير ده هو الطرف اللي في النص، فأنا بوصل ال 12 والجراوند على الأطراف اللي على الحرف، تمام؟ فهنا بقى الجراوند أهو، وادي الجراوند، هيبقى لنا بقى ايه الطرف المتغير اللي هو في النص دوت، هحط ده فين؟ على النون انفرتنج بتاع الاوبامب الاولاني اللي هي بالنهاية رقم 2 اهو، حط هنا على بالنهاية رقم 2. طيب والاوبامب والمقاومة الضارة التانية حطها على الانفرتنج، اسف حطها على النون انفرتنج، واللي فاتت كانت الانفرتنج اللي هي البوست بتاع الاوبامب الاولاني اللي هي بالنهاية رقم 3 اهو. وبعد كده يبقى أنا الأوت هنستخدم مقاومة ليد، إيه دي مقاومة الأوت اللي هو رقم 1، وادي هنا الليد اهو، طبعا انا حطيته كده على مسافة بعيدة بس مش مشكلة. وبعدين نوصل الليد ايه الجراوند زي ما احنا هنا، ادي المقاومة 1 كيلو والليد، بعد كده الجراوند، وادي الجراوند. طيب كده بقت التجربة. طيب كده احنا عندنا المقاومة المتغيرة ديت واصلة على في واحد اللي هو الطرف النيجاتيف، والمقاومة المتغيرة ديت واصلة على في 2 اللي هو الطرف البوزيتيف. فتعالوا هنحاول نغير في أي من المقاومتين ونشوف الليد ايه اللي هيجرى فيها. هنغير مثلا في المقاومة الأولانية دي اللي هي على في 1، بصوا دلوقتي الليد ايه نور، لما أبدأ أغير كده الليد ايه طفى. طيب تعالوا نغير في التانية، هنا في الطريق طب نعكس الاتجاه الليد ايه نور. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل، احنا كده شايفين ان في تغيير بيحصل بس مش متاكدين هو بيحصل امتى بالظبط. طيب عايزين بقى نقيس في 1 وفي 2 وهي بتتغير، فاحنا هنعمل كده ازاي؟ عن طريق الاوسلوسكوب. هو عشان نقدر نعرض الفولتين مع بعض في نفس الوقت يعني، تمام؟ ف طيب انا وصلت هنا الجراوند بتاع الدايره بالجراوند بتاع الاسلوسكوب، وحطيت سلكه عند في 1 في الاسلوسكوب وسلكه تانية على في 2، بس انا وصلت في 1 على تشانل 1 وفي 2 على تشانل 2. فزي ما احنا شايفين هنا انا حاطط التشانل 1 والتشانل 2 ليهم نفس الاكسس عشان نشوف مين اكبر من مين، تشانل 1 اللي هو اللون الاخضر، تشانل 2 اللي هو اللون الاصفر. فتشانل 1 عندي هنا اللي هي ايه طرف النيجاتيف، تمام، اللي هو الانفرتنج، وتشانل 2 اللي هو البوزيتيف اللي هو النون انفرتنج. فدلوقتي عشان عندي النيجاتيف اعلى من البوزيتيف فنلاقي ان الليد ايه الليد طافيه. طيب تعالوا بقى نلعب، عندي حلين دلوقتي، يا اما اعلي تشانل 2 خليها اعلى من تشانل 1، يا اما انزل تشانل 1 خليها اقل من تشانل 2. فانا هغير في في 2 دلوقتي اللي هو بيتمثل عندي هنا باللون الاصفر اللي هو تشانل 2، تمام؟ فهبدا اعليه. طيب ابدا اغير كده، واضح ان اتجاه التغيير اللي انا بعمله ده
بيقلل مش بيعلي، فعكس الاتجاه، عكس اتجاه لف المقاومة. تمام اهو بعكس اهو، شايفين بيطلع اهو بيطلع. تمام طيب شايفين هنا الليد بدأت ايه، الليد نورت. تمام اول ما تشانل 2 بقت اعلى سنة بسيطة من تشانل 1، الليد بدأ ايه ينور. طيب لو عكست الاتجاه وبدأت انزل بتشانل 2 اللي هو في 2، هلاقي الليد طفت. طيب نفس الكلام بقى لو عكست، لو جيت عند تشانل 1 اللي هي بتمثل في 1، تمام لو بدأت اقللها، تعالى كده نبص على الاستوسكوب، او انا دلوقتي قاعد بقللها اهو بقللها، اول ما قللت او حتى اتساوت مع يعني قلت سنه يعني عن تشانل 2، هنبص ليد نورت. ولو وطبعا عكس صحيح، لو رجعتها تاني هلاقي الليد ايه، الليد طفت. تمام طيب فهي ديت الفكره الاساسيه للاوب امب، ان هو كومبارتور بيقيس فرق الفولت ما بين في 1 وفي 2. لو الفولت البوزيتيف اعلى من النيجاتيف بيخرج الاوتبوت كله لوجيك 1، لو الفولت النيجاتيف اعلى من الفولت البوزيتيف بيخرج لوجيك 0 اللي هو سواء انت حاطط له جراوند او نيجاتيف يبدا يخرج. ودوت كان اول ابلكيشن.